السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي التلاميذ، نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله سنقوم بمراجعه درس الاعداد من 0 الى 999 و999 سلسله رقم 1 مستوى الخامس ابتدائي. ده بالنسبة للتمرين الأول، أكتب بالحروف أو بالأرقام. ده باش نشوفوا هذا السؤال هذا في الفرض أو في الامتحان، ده نعرفوا بلي أنه هو سؤال اختياري، يعني إذا كان العدد اللي معطينا مكتوب بالأرقام نكتبوه إحنا بالحروف، وإذا كان مكتوب بالحروف نكتبوه إحنا بالأرقام. مثال الأول، ده العدد الأول، ده عندنا العدد مكتوب بالحروف وانا راني ديجا كتبته هنا بالارقام. اذا عندنا 276952، اعيد 276952، اذا هي هذه 276952. العدد الموالي 163705، إذن هذا يسمى بفصل الآلاف، لذلك ننطق ألفا بعد 163، وهنا فصل الوحدات. إذن 163705، إذن هنا كنكتبو داكشي اللي كنطقوه فقط. مثال آخر، إذا مكتوبة بالحروف 895000، 895000، إذا أكتبه، إذا عندي هنا 800 هكذا وخمسة وتسعون، إذا 95000، إذا أكمل فصل الوحدات بالأصفار. ثم المثال الموالي 409000، إذن هنا 409، إذن منطقش 10000، إذن نملأها بالصفر، إذن 409780، 780. ثم نمر إلى التمرين الموالي، أقارن بوضع الرمز المناسب. إذن أقارن بوضع الرمز المناسب. بالنسبة للمقارنة، فأول حاجة دائما كنبدي نحسب عدد الأرقام المتكونة لكل عدد. عندي هنا دن رقم دن 1 2 3 4 5، عندي 5 أرقام، والمثال الآخر يعني اللي غادي نقارن معاه كذلك عندي 2 3 4 5، إذن 5 أرقام، إذن 5 5، إذن قد في الأرقام. فاش كيكونوا متساويين في عدد الأرقام، إذن كنبدي المقارنة بدءا من اليسار، إذا اليسار هو هذا، بدءا من اليسار. إذن عندي 5 و6، إذن 5 أصغر من 6، وبالتالي 63501 أكبر من 59435. بالنسبة للعدد الموالي، إذن عندي نبدأ دائما بحساب الأرقام، إذن عندي رقم 1 2 3 4 5 6 6، 1 2 3 4 5 6، إذن عندي بجوجهم 6 6، إذن نبدأ بمقارنة الأعداد بدءا من اليسار. إذن عندي 7 و7 متساويين، إذن هنا ننتقل إلى العدد الموالي، عندي هنا 7 و0. إذن 7 أكبر من 0، وبالتالي 770007 أكبر من 700700. ثم 302002، إذن نقارنها مع 400000. إذن عندي هنا 6 أرقام وكذلك 6 أرقام، إذن 4 أكبر من 3، وبالتالي 400000 أكبر من 302002.
بالنسبة للتمرين رقم 3، قال هو هذا، ماذا يمثل الرقم 3 في كل حالة؟ إذن عفوا لدينا واحد الخطأ بسيط، إذن ماذا يمثل رقم 4 ماشي 3؟ إذن ماذا يمثل رقم 4 في كل حالة؟ عندنا هنا 34,002، إذن رقم 4 ماذا يمثل؟ إذن وحدات، عشرات، مئات، وحدات الآلاف، عشرات الآلاف. إذن يمثل رقم 4 بوحدات الآلاف. ثم ماذا يمثل رقم 4 في العدد الموالي؟ 145,809. إذن 4 أول حاجة هي موجودة في فصل الآلاف، إذن وحدات الآلاف ثم عشرات الآلاف. إذن يمثل رقم 4 عشرات الآلاف. ثم العدد الأخير 23,004، إذن يمثل رقم 4 بالوحدات. كنتمنى وليداتي أن هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه إن شاء الله، وإن شاء الله في فيديوهات أخرى نجزو سلاسل أخرى، وكذلك غادي نعطيكم مجموعة من الفروض باش تمرنوا عليها إن شاء الله وتجيبوا نقاط جيدة في الاختبارات إن شاء الله. إلى اللقاء.